طبعا في المرة الأولى كانت خطوبتي من الفنانة القديرة بلقيس، كان في 2012-2013، وكان هذا الموضوع ترند ترند، يعني إذا ما بلغت مو بس في السعودية حتى في الوطن العربي، إنه شيء غريب لاعب سعودي يخطب فنانة، فكان شيء مختلف، لأنه عندنا في المجتمع إنه شيء مختلف تماما كان، يعني سبحان الله غير عن الوقت الحالي. فقعدنا سنة ونص، وسبحان الله تم فسخ الخطوبة لظروف، وكان فيها قصة كبيرة. عموما يعني كانت صراحة قصة اوكي.